سلام، شلونكم؟ شو اخباركم يا جماعه؟ طبعا الحين احنا رايحين نستلم روب التخرج، واخيرا واخيرا واخيرا. تدرون شنو؟ من زمان انا ناطر اللحظه هذه. هذا الفلوج فلوج حق حفله التخرج كامل. طبعا دين راح يكون في يوم بروفا وهذا، فراح كله راح اصور لكم اياه وابشركم. وصلت كا الحين احنا بالجامعه، فرايحين الحين الاستلام. واخيرا 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 وصلنا يا جماعه، استلمنا يا جماعه. شوفوا، طبعا ما اوصف لكم الشعور. متوجهين للبروفه الثانيه. طبعا البروفه الاولى انا ما كان لي خلق اصور صراحه، يعني رايحين الحين نسوي بروفه الحفله التخرج، طبعا عشان نشوف ان كل واحد وين مكانه بالضبط، وين يقعد، الامور هذه الترتيبيه، ومنها نستلم الدعوات اليوم. زين، وفي التجهيزات هناك الحين بندش اجواء. تدرون اشتقت حق المكان. تجهيزات على قدم وساق. هذا راح يكون المدخل اللي راح يدشون منه الضيوف اتوقع. شوفوا الحين رايحين قاعة البروفة قدام، هناك البروفة بالمسرح تشوفون. يا جماعة شوفوا الدعوة أخيرا أخيرا أخيرا. هذه دعوتنا، استلمنا الدعوة. إلا الحماس لا تشوفون. طبعا قاعد ينادون الأسامي حاليا. أنا نادوا اسمي بالفيديو اللي قبل هذا شفتوه. بلقيس منصور. طبعا توني فاتحة يا جماعة، شوفوا شكله وايد حلو. في وايد أشياء. طبعا هذه دعواته، وهني هذه ماب، وهذه graduation program، وهذه أتوقع دعوتي الأخيرة. بس والله يا جماعة الشعور شيء خيالي خيالي يا جماعة. هذول الدعوات لها عذاركم ياهم، شكلهم وايد حلو. شو في واحدة ثانية طبعا داخل. شو invitation 2022، هذه الثانية كمان. ايوه شوف، ايش رايكم؟ ناريه صح؟ يلا على الحفل. 1 2 3، ايش رايكم؟ طبعا يا جماعه وصل اليوم المنشود. اليوم يوم التخرج، خلصنا بروفات وكل شيء. الحين لازم اروح الحين، انا متاخر اصلا. زين، بس ايش رايكم بهذيله قاعد تسويهم اليوم؟ تفختهم واحده واحده. طبعا يوم مفصولين صدموني، انا توقعت راح اتفخها كلها طقه واحده ومكتوب عليها هابي جرادويشن وبس. والله الحين لازم اطلع. طبعا شوفوا هذا روب التخرج، شوفوا كلاس اوف 2022، هذا شعار الجامعه. والحين متوجه هناك، بتبلش الحين الحفله. طبعا ما بقى عليها شيء ساعه ونص، وانا اوريدي متاخر ساعه كالعاده. لازم اتاخر، فواز لازم يتاخر، يعني اروح مبكر لا لازم اتاخر. هذا ضيع وقتي ترى، تجهيز هذا اللي ورا. ما نسيت اوريكم، هذا لازم لازم ما يكتمل التخرج بدون كبوس التخرج. تشوفونه قبعة التخرج، طبعا مكتوب عليها هني 2022. اوريكم تفاصيل. اوكي، تلبسونها كذي. ايوه، لا لحظة قاعد البسها غلط. ثواني، تلبسونها كذي. ايوه، عاشا رايك؟ الا حماس. تدري شنو؟ الا حماس. لحظة هذه ناطرها يمكن من 6 سنين، ناطرها من السنين. وهذه اللحظة طبعا تسعد اي خريج او اي طالب كان يدرس بالجامعة. فاللي للحين قاعد يدرس، الله يوفقكم ان شاء الله كلكم، وان شاء الله كلكم تتخرجون يا رب باعلى المعدلات، والله يرزقكم ان شاء الله بالوظيفة اللي انتم تتمنونها. فهذا يعني الفيديو هم تشجيع حق اللي راح يتخرج قريب، هذا تشجيع لكم. ف يعني لا تستسلمون، بس يعني الكلمة اللي اقدر انا اختصرها، لا تستسلمون، لا احد يستسلم. ثابر، اتعب، اجتهد، راح تلاقي فجأة بغمضة عين يالك اللي انت تبي، والوقت مرة ما شاء الله. فبس والله الله يوفقكم ان شاء الله.
شوفوا يا جماعة، طبعا الحين قبل لندش قلت أصور لكم. شوفوا هذا كله قبل لندش الحين، فبعد شوي راح ندش. راح ندش الحين يا جماعة. سمع الصوت ولا الحلقة؟ شوفوا شوفوا ندش الحين يا جماعة. شوفوا الناس اللي جايين. شوف الروبوت يا جماعة. فواز عادل العنزي. بلشوا يا جماعة الاحتفالات اللي برا. طبعا هذا كله كامل الحفل الحين، وبعد شوي خلينا نشوف شنو فيه بعد. توني طالع من القاعة كنت قاعد اصور داخل، فخلينا نشوف الحين بس نطلع راح نشوف شنو فيه برا. هذا مكان حق القعدة حق اللي يبي يقعد. تشوفونه طبعا يا جماعة. الحين مستمر الاحتفال، رحت اقط اغراضي بسيارتي وارد، عرفتوا؟ والله يا جماعة شعور يعني ما ادري شلون اوصف لكم اياه صراحة، شيء فوق الخيال ان انت تحصل تعبك اللي تعبته سنين، شعور وايد حلو. وانا بشكل عام احب حفلات التخرج، يعني احب هذا شعور الحفلة، عرفتوا؟ انه كذي يعني. طبعا الحين يا جماعة هني نبي نصور، تحطون هذيل تاخذونهم وتصور. والله وناسه اي وحده تلقون اخذ هذه، كني باخذ هذه proud of myself. شو رايكم ولا شنو؟ شوف هذا اللي تحت.
بيه الليلة أسهر في ليل عيوني شوفوا يا جماعة هني العز يا نجوم السماء يا سريع خبريهم عن طبيعه وشد ولا محل وانا جاي من بعيد يا سادتي من بلادي وامشي درب طويل وانا جاي من بعيد يا سادتي من بلادي وامشي درب طويل الخاتم احمر يماني يا لا لا يا لا 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 الخاتم احمر يماني الأجواء خيالية يا جماعة خيالية الأجواء شوفوا طبعاً بنهاية هذا الفيديو حاب أشكركم على المشاهدة طبعاً الحفل جداً استمتعت فيه كلنا استانسنا فيه ولا تنسون لايك سبسكرايب حق القناة و see you in the next video.